لبنان. صوت لبنان دايما معكم ببيروت والبقاع على 100.5، الجبل وشمال على 100.3، البترول عكار والجنوب على 100.3 أفهم. صوت لبنان وين ما كان. مثل لكل المستمعين بحبكم عبر صوت لبنان وموجتنا 100.3 و100.5. بالبداية بدي عيد كل لبنان وقول كل عيد استقلال ونحن بألف خير على أمل نعيش استقلال حقيقي بكل ما للكلمة من معنى. بحبك يا لبنان يا وطني، بشتاقك بجنونك بزعلك بحبك. حبك يا لبنان يا وطني، بشتاقلك بجنونك بزعلك بحبك. تسأل شو بني وشو اللي ما بني. حبك يا صوت لبنان وبرحب فيك ببرنامج مثل الحلم. صار لفترة عم نخطط لهالحوار فاينلي حلم. وسام قلت لك يعني قد صار لك مش عامل انترفيوهات راديو، قلت لي كتير بس الإذاعة يعني ايه طبعا انا بلشت بالإذاعة وبعدني الإذاعة بالنسبة لي هي الباشن الأول. فدايما بحن لها ودايما بحس انه عبالي ارجع ولو بس الوقت ما بيسمح بقى. لا اي خلص، في احلام يعني برنامج اسمه مثل الحلم، في احلام فات علي الوقت خلص. ليكي انا ما بحياتي قلت انه الحلم هو طريق عابر، الحلم انت بتوصلي له، يعني احلامك بالحياه ما ممكن تتحقق الا اذا انت سعيتي لها. ولا نهار بحياتي اعتبرت انه الحلم لازم يجي بالصدفه، بمجهود شخصي تقدر تحقق كل أحلامك. كل الأحلام فيها تتحقق. كل الأحلام فيها تتحقق لأنه الإنسان بداخله كل شيء موجود. قد هو عنده قدرة إنه يطلع هالشيء اللي موجود ويضوي عليه بحياته، قد أحلامه بتقدر تتحقق. فأنا لا أؤمن فقط إنه الحلم هو شيء عبسي بيقدر نوصل له بطريقة عبسية من دون ما نعمل أي مجهود. طب قد إيه وسام بريدي حقق أحلام؟ يعني اليوم إذا بترجع لورا هيك لبداياتك لما كنت عم تبلش هاي الأحلام الصغيرة تبع هالشاب. ليكي ما بحياتي كان عندي حلم ثابت، كان حلمي بالحياة هو النجاح، حلمي بالحياة إني أعمل شيء يكون ساتسفايد، يكون مبسوط بيني وبين نفسي. كنت عم تستكشف شو بتحب مع الوقت مع الفرص. 100%. ولا نهار بتقدر تحطي هدف ثابت بحياتك، كل الأهداف هي غير ثابتة. ما بحياته طموح الإنسان بيوقف، ولا بحياته رح تقولي إنه أنا اكتفيت، أنا وصلت لمطرح خلاص. كل ما أنت بتكبري مع الحياة كل ما أهدافك بتختلف. اليوم أنا أهدافي من 10 سنين كانت شيء، وأهدافي اليوم مختلفة كليا. طب وسام اللي بيتابعك بيلاحظ انه حدا عنده تفاؤل، حدا هالحكي قد ايه قدر تطبق هالقصص انت عن جد بحياتك؟ ليكي الانسان انا عم بقلك انسان اقوى مخلوق خلقه ربنا على هذه الارض. قادر والإنسان قادر تطبقهم؟ يعني بجزء منهم اكيد قادر تطبقهم، لانه بدي لك شغله نسيت، اذا ما قدرنا نطبقهم ما عندنا خيارتين، يا بتطبقي هول يا بتعيش اليأس بحياتك. هذه حياتنا ما بحياتها رح تقول، ما بحياتها رح تتغير إلا إذا نحن قررنا أن نغيرها. أنا ضد فكرة أنه الإنسان يبني حياته على الحظ، يبني حياته على أنه قدي محظوظ. لا، أنت بتخلقي حظك بالحياة، مجهودك بالحياة هو اللي بيعطي. وسام رحيل عصام يعني خيك وهالصدمة اللي كانت بحياتكم وبحياة كل الناس اللي بتحبه، قدي كمان عملت شخصية جديدة بوسام؟
خسارة العصام ما ممكن تعوضها أي شيء بالدنيا، وكل ما عم بيقطع تشتغلوا؟ الوقت عم كل ما تشتغلوا بيقطع هلا؟ الوقت كل ما الوجع بصير أكبر، أصعب؟ بصير أصعب وبصير أصعب وبصير ذكريات أكثر وبتصير أقل لحظة بتردك، بتردك أيام كثيرة لورا. كيف تتذكر عصام اليوم يعني؟ اللي بعيشه، اللي بعيشه مع عصام يمكن هلا بهالظروف، هلا ليتلي قد ايه عم بحس بمسؤولية أكبر وأكبر وأكبر ليش؟ تجاه أحلام بنيناها سوا. إذا عم نحكي عن الحلم، إذا كنا عم نخطط لكتير من الأحلام سوا، كنت بعرف قديش عصام عنده أحلام إنه يحققها بمجاله، بمجال التمثيل، وربنا حطني بهالظروف. ما بعرف إيه رح أحكي ربنا، بهالموضوع يلا أنا بحس يعني في إيد الله فيه يعني. من أول من ريتنج رمضان دخلنا على عالم الدراما، يعني فوتك على الدراما ما بعرف كيف، وهلا وهلا من اليوم بعدها رجعت فتت على أرب كاستنج اكتشف مواهب تمثيلية بالوقت اللي هيدا كان حلم عصام، وبآخر فترة من حياته كان عم يعمل أتوليه. صح، الأتوليه اللي هو جزء من أرب كاستنج، إذا بدك يدرس تلاميذ يعني تلاميذ أي كيف مرة. يقدروا يوصلوا. كل يوم هالظروف اللي عم تقطع معي وهالأحداث اللي كنا أنا وعصام حاطين لخطط كتير كبيرة عم تخليني أكثر وأكثر إني أحاول أحقق ولو جزء صغير من أحلامه، ولو جزء من اللي هو كان بيطمح له إني أقدر أحققه بمطرح. أكيد ما راح أقدر، ما حدا بيقدر يعبي مطرح التانية ولا بثانية ولا بظروف ولا بأي شيء، ولكن عم حس بمسؤولية، عم حس بهذا الموضوع إنه كل يوم حدا عم جرني عليه. يعني موضوع التمثيل، موضوع في ايد الله الدراما، يعني انت موضوع ما ما بعرف، بتخوض التمثيل. في ناس يعني انحكى اكيد في قصص يمكن تجرحك، بس انقالوا انه وكأنه وسام بمكان ما عم بيستغل هيدا الشيء ليفوت على التمثيل او لا. اكيد سمعت او بعتذر اسال هالسؤال. بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شغله. يسوع المسيح وقت اجى على هذه الارض ما قدر يرد الناس كلها، والناس اليوم للاسف وصلنا لمطرح ما بقى في اتكس، ما بقى في اخلاق. بديك اكثر من انه صرنا بنتعود على مناظر القتل قدامنا ونبرم وجهنا ونمشي مكفي حياتنا. تخيلي قديش الاخلاق والاثيكس بالحياه والقساوه صارت كثير موجوده، حتى بطريقه حزنك على الناس اللي بيغدروك بهذه الحياه. الناس ما بتسمح لك انك تكوني بالوقت يلي كان فيه، كمان هون ما فيني انساهم اكيد كان قديش في كان في ناس عن جد هي اللي ساعدتني وساعدت عائلتي ان نكون قادرين نوقف هذه الوقفه اللي وقفناها، لانه كان في محبه كثير كبيره اظهرتها الناس لعصام، وهذه المحبه بتيجي من الله. برجع يعني بالكل اللي عشته انا بقول نيال الانسان اللي بيكون جاهز، نيال الانسان اللي بيكون بعتقد. عصام كان جاهز؟ اي عصام كان جاهز، ونحن كنا جاهزين، نحن كنا جاهزين ان نودعه من هيدي الارض وربنا يستقبله عنده، وهو كان جاهز انه يلتقى فيه. بس انا برجع بقول انه نحن مش اول الناس، وكل بيت في الم، كل بيت في وجع، وهيدي الظروف مرت على كثير من الناس. نحن بلادنا عاشت الم، ما في بيت، ما في شاب مات، ما في صبيه فقدوها، ما في بي راح، ما في ام راحت. بس الأهم من هيدا كله نعرف كيف نضلنا نتواصل نحن وياهم، نعرف كيف نخليهم عايشين معنا. تتواصل بتحكي معه يعني بتجرب تريح؟ هيك اكتشفت بتأمل مؤخرا، كنت عم بعمله هيك. أنا بحب كثير أتأمل، بحب أقرأ قصص تخليني أتأمل، بحب أتأمل بحياتي، بصلاتي منا كلام بردده، صلاتي هي عايش بعيشه مع كل يوم مع ناس بحياتي. أنا اكتشفت إنه بكل لحظة بفكر فيها بعصام، بلحظات كون عبالي أحكي أنا وياه وهيك بدمع عيوني وبغرغره، بحس هيدي هي طريقة التواصل، هيدي هي اللحظة اللي بيقول لي فيها أنا بحس فيك. وقتها بيحط لي هالدموع بعيوني، هيدي كل إنسان لازم يعتبرها إنه هيدي لغة التواصل، هيدي طريقة التواصل بينك وبين الشخص اللي غادرك على هديك الدنيا. ما رح تقدري تحكي أنت وياه بالحكي. كيف عم بتعود نفسك عن غياب عصام؟ لأنه كانت أنتوا أخوتكم كتير حلوة، كنا نسمع قد إيه يعني بالعادة الأخوة بيتخانقوا بيختلفوا، أنتوا كنتوا بالعكس، كنتوا مثال. شو اللي بيعوضك يعني عصام؟ هيك بترجع على مخديتك بالليل ولا شيء؟ ولا شيء كان ينام حدك. صدقيني ما في شيء بيقدر يخليك نسرين تكفي وتستمري بهالحياة إلا إيمانك، إلا إيمانك وصلاتك اللي هي أساس أساس لقائك مع الآخر. وسام إجمالا الناس اللي بتفقد ناس قريبة لها بطريقة يعني هيك فجأة، يا بتقرب لربنا كتير يا بتبعد كتير. الظاهر أنت يمكن قربتك أنت أكتر وأكتر، أنا طول عمري خليتك تفهم الحياة، خلتني أتأمل شوي أكتر بأمور الحياة. طب إذا بدي أقول لك خلاصتك بعد رحيل عصام بكلمتين، شو
لا الحياه بتضوي لك على قصص كتير مهمه يعني. انا شو ضوت لك اكثر شيء بعرف الحياه بتضوي بهيك مرحله على قصص بكون واحد ما اشعها بالمره. ضوت لي يعني ضوت لي على حالي انه ما بحياتك بتقدر ترسمي الشيء اللي انت بدك ترسميه ويبقى مستمر. يعني الاهم من هيدا كله هي مش وقتها بتوقع المصيبه، مهم انه انت كيف تعالج هذه المصيبه. نحن خسرنا عصام وراح الى احضان الاب، وانا هذا ايماني وايمان عائلتي، ولكن الخساره الاكبر كان ممكن تكون وقتها بخساره عصام. نحن هالعائله بتتدمر كلها سوا. انا دائما بقول لهم اياها لاهلي وبنقعد بنقول نحن خسرنا عصام وما قادرين نراجعه ولا لحظه من مطرح، قادرين نحزن، قادرين نعيش الحزن، ولكن لو انا كنت محل عصام بهذا المطرح ما كنت رح اقبل ان عائلتي تكون حزينه، تكون مكسوره، تكون كل اللي بدها تعيشه من هلا وبالرايح بحياتها تكون عم تعيشه بألم. لا، وقتها بتحولي هالألم لفرح إيماني، ما ممكن شيء يقدر يعود لك عن هذا المطرح. الإنسان اللي بيغادرنا من هيدي الدنيا ما ممكن إنه ما فيك تنسيه، هذا جرح جوا ولا ممكن. وأنا بقوله إن شاء الله بصير عمري مليون، إن شاء الله بعيش للسبعين والثمانين وما بعرف قديش رح أعيش بهذه الحياة. عصام رح يضل رفيق دربي كله سوا، لأنه مش لحظات عشناها، عشنا سنين وعشنا عمر وعشنا أحلام. وأنا عامل لك كل ما بحقق شيء، كل ما بتذكر إنه بتحس إنك عبالي إنه عبالي كان يكون عم يفرح معي، عبالي نكون عم نفرح سوا، بس هذه إرادة ربنا. وإذا ربنا أراد بعدك تتأثر، بعد الموضوع صعب عليك. ليكي بالآخر بدي لك شغلة، ما نحن مجموعة من الأحاسيس، مجموعة من أنا خسرت مش حدا عادي بحياتي. كل شيء بيتعود إلا الخي، كل شيء بيتعود. بتفقدي حبيب بتعوضي، بتفقدي كل شيء بيتعود بهذه الدنيا إلا الخي، ولأنه مش ضمن مشاريعك. يعني نحن بنتعود بحياتنا وبنربى إنه إيه ما بعرف من هار من الأيام بدي أخسر أمي، يمكن بدي أخسر بيي الله يطول بعمره، بس ما بحياتك بتكوني عم تفكري إنه بدك تخسري خي. هذه صعوبتها. تعال نعمل نقلة نسمع أغنية بصوت عصام ونرجع نتكلم. بعد غياب الشمس شوي تبتدي الغمة، لون الفي والليل قرب الحي، حالي صور بتصغر بريدة. يعني خليني هيك احكي شغلة، لاحظت هالإيمان الحلو عندك كتير بوقت انت بمجال كتير صعب، مجال التلفزيون منه كتير مجال نظيف. يعني هيك ما في مهنة مش نظيفة، في ناس مش نظيفة بقى. طبعا اكيد يعني هنا كل المهن بالعالم هن نظاف، بس الانسان بيعملها المهنة نظيفة ولا بيعملها وسخة. يعني هيدا المجال هو للأقوى برجع اقول لك المقياس هو قديش حبيتي بحياتك. المحبة بتعمل معجزات. المحبة اليوم شو اللي بيخليك تقولي بهذا الدومين انه مأزي؟ ما في محبة. في ناس حدا بيتمنى الخير لحدا، في ناس فيك تقعد حدا وتتغدي انت وياها وبس تبرمي ظهرك تكون ما بتتمني لك الخير. ما بتعرفي ليه. عندك زملاء بمجال الاعلام وسام؟ طبعا عندي زملاء اكيد. انا ما بحياتي بتحنوا بعض في اتصالات؟ اكيد سمعت شي مرة وسام انه عنده خلاف مع حدا، ولا بحياتي. امبارح كنا قاعدين على طاولة عم نتغدى، حدا عم بيقول انه جاي عيد الميلاد هلا وبدي اشوف مع مين بدي اتصالح. قلت له بتعرفوا ولا مرة حسيت هيدا الشعور انه انا بدي اقطع حد شخص ما بسلم عليه؟ ولا مرة؟ ولا مرة بحياتي كان عندي. طب لما بيوصلك حكي ما لا تستفز، لا تحاول انك تستفز بلحظتها، بس دايما انا برجع بقول لك ما في ردة فعل. بليكي ما بحياتي عملت ردة فعل، ما بحياتي عملت. ايام بزعل وزعلي بيكون يعني بيجرحني من جوا بمطرح، لانه
يم الأصعب من هيك إنه شخص بتعرفيه بتصير تقولي إنه ممكن زعل من شخص ما بتعرفيه مثلاً وبيكون بيحملك بلسانه وبيحملك بتصير تقولي إنه هذا الشخص ما بيعرفني. أنا مني من الناس اللي بيأمنوا إنه تتوصلي بالحياة لازم تدعسي على الآخر، لا، تتوصلي لازم تشيلي الآخر معك، لازم توصلي انت والاخر تتقدر تبيني بهذه الحياه، لازم يكون في الك منافسين عم ينجحوا معك. طريق وسام بريدي كانت صعبه، يعني انت اليوم حققت يعني نجاحات كبيره، عملت كذا ستاب وعملت كذا نوع برامج، يعني انت كمان ما التزمت، وهيدي بعتقد فيها مرجل بمحل ما، انه قدرت تكون بالبرامج الحواريه والبرامج الترفيهيه والبرامج اللي هذا التلفزيون نسرين زين، هيدا التلفزيون هيدا اللي بده يكون اعلامي، هيدا ضيع هويتك وسام. ابدا بالعكس، اليوم شو القوة؟ مين ما بده يفكر بحدا بده برنامج بده ينجح هالبرنامج بمين بيفكروا؟ ما عم بيفكروا بانه وسام بيلبق ولا ما بيلبق، عم يقدروا يشوفوا وسام بكل هيدي النوعية من البرامج. انا عملت التوك شو وقدر اعمل التوك شو لانه انا اعلامي، انا مني شخص جيت على هيدي المهنة كرمال اقدم برنامج، أنا قادر أعد برنامجي، قادر أطلع بفكرة برنامجي من أولها لآخرها، وقادر أشتغل مع ضيوفي، وقادر أستوعب أي مشكلة ممكن تصير معي بضيفي بهوايي بشي، وقادر أعرف وين بيتورط ضيفي وين ما بيتورط، وين بضر ضيفي وين ما بضره. هولي كلهم. طب أنت وين بتلاقي حالك؟ بكلهم. أنا بحسب مزاجي، أنا بنبسط بالإنترتينمنت لأنه مثل برنامج أرب كاستنج اللي عم بعمله، مثل دانسينج، هالتعاطي مع هالجوري اللي موجودة، مع هالشباب اللي عم بحققوا أحلامهم، مع هالكل، أنا بيعني لي إنسانياً كمان هذا الموضوع، بيعني لي هالبرامج ما بعتبره بس برنامج، ما بتتخيلي قديش أنا كتير أيام بقعد أنا وهالشباب اليوم بأرب كاستنج، بحكي أنا وياهم بقصص عن الحياة، بحكي أنا وياهم بقصص إنه ما تخليهم يوقفوا عند حدود معينة، لأنه بالحياة في نزلات كتيرة وفي طلعات، ما بتعرفي لذة النجاح إلا ما تكوني دقتي المر، ما بتعرفي لذتها. فمشان هيك بحب إني ولو بجزء بسيط إذا أقدر أثر بكلمة من هالشباب اللي موجودين والصبايا، إني أقدر أثر، إني أقدر خليهم يغيروا. وكتير صعب، كتير صعب نسرين اليوم وقت بتلاقي ناس عم ينبشوا على مستقبلهم، عم ينبشوا على حياتهم، كلمة بتغير لهم مفهومهم كامل. هي طبعاً أنا بحبهم هالبرامج، Dancing with the Stars بحبه لأنه فيه بقعد بستمتع، وقت بكون عم بحضر رقصة ما بكون عم بتطلع على شكل الإنسان كيف عم يرقص، بس عم عيش الموسيقى، عم عيش الجو، عم عيش كل شيء اللي ممكن يخليني يكون مبسوط. وقت بطلع على المسرح بمزح مع الجوري اللي موجودة، عم بمزح من قلبي، مش عم بفتعل قصص إنها مش موجودة. يعني أنت ما بتعتبر تميز إنه الإعلامي يقول ينقال عن الإعلامي إنه هو بيبرع بيه هيدا المجال، فلان بيبرع، مثل اليوم بنحكي عن لكي أنا مثالي الأعلى رياض شرارة. رياض شرارة عمل جيم شو، نزل عند الناس على الشارع، عمل توك شو، عمل كل شيء، عمل كل شيء، عمل كل شيء. أدي قوتك التثقيفية اللي أنت بتسقفي حالك فيها وتشتغلي على حالك فيها، أدي كم المعلومات اللي أنت عندك هون بحياتك، هو اللي بيساعدك أنك تستمر وتنجحي. اليوم لكي قوة الإعلامي والشخص اللي عم يشتغل بالبرامج إنه يكون بيعرف شو عم يعمل، تكوني بتعرفي إنه أنا هالحلقة إذا بلشتها هون لازم أختمها هون، تعرفي وقتها أنت تحطي حالك محل المشاهد، وين المشاهد عم بلش يزهق، وين المشاهد عم ببلش ينبسط، وين شديته للمشاهد. أنا المشكلة ليش لمين بيسمع، لمين تسمع وسام؟ يعني اعطيني سريعا اللي انت بتاخد راي مين لما ما بعرف قدي، يعني تابع كل شيء لهيك حدسك لاحساسك، او في عندك ناس حواليك؟ انا بسمع للناس اللي حوالي، حتى لو اشي يعني، حتى لو فرجيت بمطرح انه مش عم بسمع، بس بيأثروا فيك. ايه طبعا، بس انا هيك اخذت قراري من انا وبلشت، يعني من بعد استوديو الفن ما كنت ولا مرة بفكر إنه أنا بدي أعمل تخصص معين ببرامج معين. بلشت بالسهم، رجعت عملت وقف يا زمن اللي كان توك شو، كان عمري 25 سنة عم استضيف ناس عمره 60 و70، كنت كبر عمري بوقتها تما أقوله لك هالولد قاعد عم استضيف هالعالم. في ناس بتقول وسام بريدي متكبر. الحمد لله، شو بدي إنه شوف حاله بيعرفوني؟ ما بعرف، أنا بس نايك بحس إنه وسام بريدي شايف حاله. أنت بتعرفيني؟ شو بدي، ما بدي انا الناس من برا، بس هني عم بسألك سؤال، هني بيعرفوني ما بيعرفوني، بس بتعطي هيدا الانطباع. قال له بتعرفه؟ قال له لا. قال له ما بتعرفه لكن. ما
بتعرفي الانطباع شو، لانه عندي يمكن بس الانطباع شخصيتي هي اللي بتعطي. الانطباع اللي بتاخده الناس عن السليبرتي كمان في جزء منه حقيقه، انه يعني الانطباع اللي بيقدر بيكونوه عنك لما بتكون في بيت محل. لانه مني مجلجل يعني، اذا لانه عندي رصانه بمطرح من المطارح يمكن الناس بتشوفها شوفت حال، بس ابدا ما عندي شوفت حال. كل اللي بيعرفوني بيعرفوا كثير منيح انه ما بعرف اذا هي صفه حلوه ولا مش حلوه، بس ما بحياتي كان عندي اياها ولا بحياتي بشوف حالي على حدا. وما اصلا يعني نحن تعبنا بالحياه وشقينا وتوصلنا اللي وصلنا له، بعتبر انه ما وصلنا. ف مش انا اللي بدي اجي اتكبر على الناس واعمل يعني بتحكي عن شخص ما تعب بالحياه يقدر يوصل. يعني دعوستنا الحياه، دعوستنا واخرتها كبت علينا جبال بيتون باخر سنه. مش صفاتنا، مش صفاتي انا ولا وسام. قبل ما احكي بتجربتك هلا بقرب كاستنج، كان عندك تجربه ريتنج رمضان، كيف قدرت تعطيها على 10 اليوم؟ الراي العام بالصحافه انه ما كانت تجربه كتير ناجحه او كانت تجربه مسلوقه. وسام برايدي شو بقول اليوم من بعد ما قطع ايام الراي العام بيكون رايح تيعمل ثوره بلاقي حاله عم يعمل تبولي. عم بحكي الاعلام عم بقول لك طبولي. مش معناته الراي العام هو اللي معه حق. طيب الطبوله عم بقول لك بكون مفكر حاله رايح يعمل ثوره بيطلع عم يعمل تبولي بالاخر. انا ما كتير بحب هول الاراء العامه اللي بتنعطى، لانه ريتنج رمضان ما بدنا ننطلق من وجهه نظر واحده. بلبنان كل ما جبنا لهم شيء فرنجي ما بيقتنعوا فيه، بس يحسوا انه البرنامج شوي موجه لاطار شوي عربي، لانه برنامج ريتنج رمضان كان لابو ظبي ولمصر وللبنان. دائما بحبوا انه اذا مش موجه لو جزء لنا ما بدنا اياه. مش عرب كاستنج هلا بتحسي انه كتار من اللبنانيين مش حاسين حالهم معنيين فيه. احنا بلبنان بنحب البرامج انه يكون مخصصه لنا، اللي عن جد محليه 100%. ايه بنحب انه نحن نكون لوكال، وهيدا الشيء سبب انه ما هيدا الشيء سبب لنا على فكره ازمه كتير كبيره اليوم بتلفزيوناتنا. اذا بتلاحظي تلفزيوناتنا اليوم ما عم تقدر تحصل على ليره برات السوق اللبناني. مزبوط. ليه يعني كله ماشي على التوه، لانه مغلقين على حالنا. اليوم العالم حتى الدراما، بدك اكثر من الدراما؟ الدراما اليوم انتشارها وسعتها وكبرها وعم بلش اليوم. وين بلش الممثل اللبناني يتنفس شوي؟ وين؟ بالعمل المشترك. بالعمل المشترك ليه؟ لانه سوقنا اللبناني ما بيحمل ولا عم يقدر يحمل تلفزيونات اليوم عم تعرج. عم بتعيش يعني طبعا بتعيش معاناه كبيره، عم تعرج يعني ما بتعرف امتى هالاجر اللي بعده عم يعكسوا عليها بتنكسر، لانه ما بنقدر نعيش بهالسوق الكبير اللي صار فيه منافسه كتير كبيره ومتكلين على الداخل اللبناني. طب وسام ريتنج رمضان ترجع لقله مشكلته لريتنج كان ما اتفقت مع اتفقت مع ميسم. ليكي هي مش موضوع ميسم بتجنن وصديقتي من زمان، بس المشكله ناجح. ما بينعمل ديو بتوك شو، ما كان ديو ناجح. ما بينعمل ديو بتوك شو، اعطيني ديو نجح بتوك شو. ما ممكن توك شو غير مختلف، مانك عم تعملي برنامج انترتينمنت للدانسينج او عرب كاستينج. اللي عم تعمليه هو توك شو. يعني انا وياكي هلا تخيلي حاطين شخص وعم نحاوره. طب تلقائيا انت محمس على فكره بدك تقوليها، وسام محمس على فكره بده يقولها، راح يضيع الطاسه. تلقائيا انت ريتمك جدي، انا ريتمي بوصل للجديه من خلال العبثيه بمطرح من المطارح. ما بنقدر نتفق على ريتم معين، ومنا سهل. يعني نحن جينا تعرفنا على بعض قبل، مش تعرفنا على بعض، تعرفنا على بعض مهنيا. انا بعرف ميسر من 10 سنين، تعرفنا على بعض مهنيا قبل بيومين. ولا ممكن يركب هالديو بهالطريقه. عم بينحكى ريتنج رمضان توك. لكن حادث حديث في وقت كتير. انا صرت بعيش كل يوم عندك بيوم. عندك شروط؟ اي معك حتعيش كل يوم. صرت بعيش كل يوم بيوم وصدقيني. لا بس قل لي هلا، يعني قل لي انا مين ما بيجي بيقول لي ليك بدنا نخطط منهم، بس تيجي وقتها قولوا لي، لانه ما حدا بيعرف شو في بكره. طب بتعيد التجربه مثل ما هي ولا عندك شروط؟ بعد ما فكرت فيها، بس يجي وقتها بنحكي فيها. يعني ما فكرت فيها صدقيني، ما فكرت فيها. طب اكيد كنت تعرف انه البرنامج كان لنيشان وبطل لنيشان، وبيقولوا وسام عنده مشكله في نيشان، عنده يعني على طول في هالمنافسه بنسمع فيها نحن تحت بالاعلام. ليش بده يكون عندي مشكله؟ انا بالعكس زميل، وبعتبره. انا قلت له نيشان المره، قلت له لازم نرجع، يعني رجع الكل يشتغلوا، لانه المهنه صارت عم بتروح لحسابات مختلفه ولاشخاص مختلفه. كنت تنبسطي بالمنافسه من قبل، هلا ما بتنبسطي بالمنافسه.
يعني هذا مين في مين بينافس اليوم وسام؟ يعني بالبرامج انتبهي انا النشان مختلف يعني انا الشخصيه اللي بلعبها بالتلفزيون واللي بقدمها بالتلفزيون مختلفه عن شخصيه نشان. طب ليه هالمقارنه؟ ليه انه ليه على طول في مقارنه بين بعض؟ ليه يعني هي بلشت من ايام وقف يا زمن وقتها كان نشان يعني على طول بيشبه وسام لنشان مثل كانه انه طب انا بنبسط يعني عم بيشبهوني بحدا ناجح وواصل لكل العالم العربي وهو بفتكر كمان بينبسط فيها اذا بحطونا بنفس الجو بالمنافسه لانه مثل ما هو قدر يوصل كمان لجمهور العربي ولا جمهور كبير. ومن فترة كنا عم نحكي قال لي كان بمصر وشايف بنويات لقلي قال لي انبسطت وصورت ونبعت لي الصور ملكي ما بحياتي كان عندي هيدي الصورة. أيام الناس بتخلقها والجو بيخلقها. بالعكس أنا نشان شخص كتير بحترمه وبحترم شغله وبرجع بقول له أنه اليوم الظروف اللي عم تعيشها التلفزيونات بالعالم العربي بتحمل منا أنه نحنا يعني نعرج معهم شوية نقدر نكون في استمرارية لأنه هيدا الشيء اللي عم بيخليك اليوم تتوجه عربيا أكثر يعني. لا ليك التوجه عربيا أنا هدف كان لألي. إيه بس كيف وسام ابن الام تي في وقادر ياخد فرص قادر ياخد فرص برا؟ هيدا اتفاقي أنا والام تي في يعني بالعكس أنا هذا ذكاء منك على فكرة يعني الأغلبية الباقيين بيكونوا منتميين لمحطة مش هينة رح يقدموا برنامج على محطة أخرى. لكن أنا يعني تقريبا البرامج كلها اللي عملتها برا كانت جزء منها ام تي في بارتنر فيها وشريك فيها ام تي في وأنا برجع بقلك يعني it's a win-win situation. يعني نحن عم نشتغل قد ما فينا تنكفي ونستمر. يعني أنا اليوم ما فيني حط عبء كتير كبير على محطة وحدي كمان بالوقت اللي أنا في عندي حياة وفي عندي استمرارية وبدي استمر وبدي أنجح وبدي أعمل مستقبل وأعمل كل شيء بالوقت اللي نحن بحاجة إنه نقلع بحاجة إنه نمشي. يعني أنا لا كان الاتفاق إنه نحن أنا ما فينا في opportunities بالحياة الإنسان لازم يكفي فيها ويكبر فيها. وأنا حرام تروح من الدين. ما بقى في محطة بتقدر تعمل exclusivity لشخص. بتعتبر اليوم نحن يعني بمرحلة جديدة اللي هي ما عاد فيها التلفزيونات المحلية لحالة ونحن بحاجة للتوأمة مش بس بدراما بالبرامج. بلشت من زمان هي ما هلا ما بتلاحظي برنامج ما في برنامج عم تنجم حتى لحالة. أعطيني برنامج عم تنجم حتى لحالة. ما في نووي. ولا برنامج تقدر محطة تنجو. طيب عم نحكي البرنامج بمستوى. دايماً عم يتنبش على كوبرودكشن. محطة بتعرض 2-3 يعني عرب كاستنج يوم ينعرض على أبو ظبي على ام تي في على الشروق الجزائر وعلى النهار بمصر. دانسينج ينعرض على فوكس وينعرض على النهار بمصر. قد ايه تجربتك اليوم بعرب كاستنج يعني مع اكتشف هالمواهب وانا كتير بقدر وبحترم هالبرنامج كيف ما بيطلع لانه يعني نحن عايزين شيء جديد. تعرفي شو قويته هالبرنامج؟ انه من هالعشرين رح تشوفي مينيموم 70% رح يشتغلوا واكثر انا رح اشوف 90% والعشرة بالمية بيبقوا اذا هني ما اشتغلوا. صحيح هيدي قويته هالبرنامج كل واحد منهم شخص. لا قويته كمان انه احنا بحاجة لوجوه تمثيلية جديدة بكل العالم العربي بوقت مش عايزين ابدا مغنين يعني الدراما العربية بحاجة. انا بقول لهم هيدي مهنة الفقير التمثيل مهنة الفقير مهنة الفنان الحقيقي هي من أرقى المهن. هيدا باب لدخولك التمثيل وصلت معنا كتير وعروضات قلش صحة كل شيء يعني من ابتداء من دور عصام لما قال انه وصام بده يكفي ليكي أنا طول عمري بكل شيء عملته ما بفوت لمطرح إذا ما بملك مفاتيحه. أنا مفاتيحه إذا بدك بملك مفتاح من 10 مفاتيح بمجال التمثيل بس املك 9 مفاتيح بتلاقيني صرت بالدراما. يعني انا كم اليوم بتقلي لي اليوم عندك برنامج ما بتردد ولا ثانية بس بهمني اعرف شو ظروفه شو انتاجه وين بده ينعرض وكل شيء بس ما بتردد ولا لحظة اني اقول ايه او لا على برنامج بينما على مسلسل ما بعرف انا وين. انا صار لي 15 سنة مش واقف قدام كاميرا التمثيل ما بعرف انا وين صرت ما بعرف شخصية المقدم قد ايه طغيت على وسام. انا بحاجه ارجع اعمل فورماسيون وهذه بلشت فيها. بلشت عم بعمل فورماسيون تبعي لانه انا بحاجه اعرف وين انا واقف. يعني ناوي اذا واقف بموقع منيح موقع انا بقتنع فيه بلاقي انه بقدر اعمل شيء من وراء هذا الموقع راح فوت على الموضوع. يعني اذا ملاقي حالي انه انا بالمطرح اللي راح اروح عليه ما راح اقدم مؤخر ما راح فوت في عروضات طبعا. شو بنحكي بعضنا كل يوم في عروضات
بالسنة بيجيني 4 5 عروضات، وما في شيء مغري يخليك تضحش لو ما في شيء منك بيغريني الا انا اكون عاطي ابروفل من أنت نفسي، تكون ريدي يعني. انا ريدي، يعني انا اليوم فيك تيجي تعرض علي اهم بطوله فيلم او مسلسل وانا ماني جاهز. فاخذت قرار مش من زمان انه خليني اجهز حالي، اتمرن، خليني اشوف اذا انا جاهز، خليني اشوف اذا انا قادر يا جماعه قبل ما اقول ايه على مشروع او قبل ما اقول لا. لانه يعني كل ما بينعرض علي مشروع بنوصل ايه وايه، بس اوصل لنقطه خلص ما بقى في رجعه، عم ببرم وبرجع ترجع تخاف. ايه فقررت انه خليني اشوف انا وين موقعي، وين اذا قررت بدي امثل انا شو رح اقدم للناس، خليني اشوفها قبل انا قبل ما افضحها على ملايين الناس. طب وسام الغنى كمان حكى انه يعني لا غنى خلص ايه هذا حلم راح ولا ما كان حلم اصلا؟ لا ما كان حلم، ما كان حلم، كان كان هوايه. و ليه هيك انه قلت لي خلص؟ لا ما بيعني لي، ما بيعني لا ما بيعني لي، ما بيعني لي، لا ابدا ما بيعني لي. يعني اليوم بس يمكن هو كان حلم عصام اكثر منك. ايه طبعا هو حلم عصام، هو نجاح عصام ستوديو الفن ب ب بالاغنيه الطربيه كان، وهذا كان حلمه. وانا هالغنية اللي كفيتها بس لانه هي كان عصام عم يحضرها، وجربت اخذ له صوته من الديمو اللي كانوا مصوره بمكتب مسجله، وجربنا نطوره ونشتغل عليه يقدر يكون ظابط. سلامة قلبه قال عم بيتوب، يا ما بقيامه دوب قلوب. سلامة قلبه بريدي لمين يعني بيقول على الساحة رجع؟ ما بعرف مين غايب، وبالنسبة لك حرام يكون غايب عالميا في غياب لأسماء مهمة. ليكي ما أنا بقول لك شغلي، في ناس وقت بتعلي سقفها لدرجة، أنت اليوم سقفك بده يكون ملياب، أنت عم تشتغلي بمهنة يكون سقفك منطقي، سقف بده يكون منطقي، ما فيني أوصل لمطرح يصيروا لقوا سقفي كتير عالي. ما حدا قادر يتحمل هالسقف العالي بالوقت الحالي، عم نحكي ماديا يعني. ماديا وبكل الامور، بكل الامور السقف العالي ما حدا قادر يتحمله. خلينا نكون منطقيين. طب شو بتابع وسام بريده يعني اليوم قاعد بالبيت انت؟ مين الاعلاميين او البرامج اللي بتتابعها؟ ليكي هلا بحكي بشغلي ليكلي بمصر، عم تابع جزء من الناس بمصر من اللي عم يشتغلوا اعلاميين. بتعرفي مين عم ببسط هلا ببرنامجها؟ وفاء الكيلاني. متاهه لذيذه الوفاء، هالإنساني عارفة شو بدها كتير منيح، وبتعرف كيف تحاور كتير منيح، وبتعرف خلقة شخصية لها بتاخد العقل، ومستمرة يعني. ليك اللي بيقدر يستمر بهالظروف بطل، عنتر فعلا بطل بطل. طب عندي 3 دقايق قبل ما أختم. نحن بعصر أي برامج كل فترة بتحس في مودة شيء، نحن بأي مودة برامج هلأ؟ نحن بمودة كئيب الحالي، الحالي كئيب شوي حوالينا، الناس بعاجة إنه يرجع التلفزيون للصورة الأساسية طبعاً، وهي إنه يرفه عن الناس. هيدا الأساس بالتلفزيون، إنه يرسم لهم ابتسامة. ما بقى الناس بدها نظريات مؤامرة، وما بقى الناس بدها فضيحة، ولا بقى الناس بدها قضايا وأخبار. خلونا نشتغل، وفي عنا مؤسسات وجمعيات تشتغل والبرامج جزء منها تشتغل، بس مش الكل يكون هدفه وين بدي فضيحة أركض عليها. جو نكد يعني. إيه إنه الناس تعبانة، الناس اليوم عم تبرم تحضر فيلم، عم بتروح تحضر، أنا مطارح حتى من جاري عم بحضره. تعبنا يعني، ظروف اقتصادية صعبة، ظروف سياسية صعبة، ظروف اجتماعية صعبة، ما حدا مرتاح. وبعد تروحي تقعد قدام التلفزيون ببيتك تشوفي نكد؟ ليه؟
مش هيك عم يخسروا التلفزيونات اعلاميا اذا بدك، عربيا ولا مره اثبت الاعلام العربي انه هو يعني اذا بدك امين او وفي لاعلاميين كبار. برا الاعلاميين الكبار اليوم اعلى اجر، اعلى نسبه مشاهده، لهم مكانه اكبر. هون الفكر مختلف، الماطاليتين مختلفه. واليوم في كتير ناس كبيره مثل عادل مالك، مثل ماجي فرح، مثل منون عشاشات، بوقت اذا بيطلعوا باكد لك بيعملوا اعلى ريتنج. قد ايه هيدا الموضوع واعي لإله ويصام لبكره؟ مين اللي هامل الموضوع هون؟ بحجه الوجوه الجديده، بحجه الدم الجديد، النبض الجديد. برا انت اليوم بحاجه لناس كريديبل، بحاجه لناس عندها مصداقيه، بحاجه لاشخاص. بس ما قالوا محل. مين قال ما قالوا محل؟ انه وينهم؟ لازم الانسان يعرف امتى يرتاح. انا ما فيني اخذ قرار اني بدي ارتاح بالوقت اللي بلكي هالمهنه سريعه. فيجي ياخذ محلك ليلي ما فيها ضوء قمر حدا، ما فيها امان. هيدي حقيقه وهيدا واقع منعيشه. لا مش مزبوط، انا بامن فيها امان كثير للمصلحه، بس بيعرف واحد يشتغلها من الاساس. يمكن الامان تبعها انك ما تحطي حالك باطار واحد. هذا اللي عامله انت يعني عصفور طيار. اكيد اليوم وقت بتعلقي بمطرح واحد خلص عم صرتي، صار لي عم بفكر فيكي بيقول لي ما فينا نوصل. اي عرض، اي عرض بخليك تترك الام تي جي؟ مش موضوع عرض. لا امبلا مش صدقيني مش موضوع عرض، موضوع باكج كامل. يعني انا اليوم عم اشتغل مع ام تي في، وعم اشتغل مع غير ام تي في، وعم اشتغل مع ابو ظبي، وعم اشتغل مع طب اي عرض اذا بدك احتكاري لوسام بريدي بخليه صعب اترك الشيء. انا بحياتي ما بحياتي قدرت تكون مسجون. ما بقدر، ما بقدر، لانه انا شخص اليوم كان عندي نظريه بحياتي بقول خي اللي بده يشتغل معي انا بكسب وهو بيكسب، واللي ما بده يشتغل معي اثنيناتنا مش حنكسب. ولا بحياتي فكرت انه انا لا بدي اركض وامضي مع حدا واقعد معه على بكره العشيه. لا ما بتصدق. في ناس ما بقى بتشتغل معهم نوي. لا بالعكس، بالعكس. يعني انا تركت التلفزيون مستقبل وبعدني هلا يعني مع علاقه اكثر من طيبه مع التلفزيون، واشتغلت مع ام تي في، واشتغلت مع النهار، والكل في صداقات انا وياهم. وما بحياتي اشتغلت مع حدا الا ما كنا اصدقاء، ولا مره كان عندي اعداء بهذه المهنه. طب اليوم وسام بريدي بيقول يعني حققت كثير وعملت اعمال وبرامج، اليوم بتقول بعد عبالي شو؟ ما عندي هدف براسي اكثر ما انه عبالي يكون في استمراريه، وهذه الاستمرارية بتجي بالمجهود. يعني ما فيك تقولي نهار أنا خلص صار عندي كل شيء، لا ما بحياتك رح يصير عندي كل شيء ولا بحياتك. كل يوم أنت بحاجة تتعلمي، بحاجة تتعلمي، بحاجة تتعلمي. نهار اللي بيفشل الإنسان وقتا بيعتبر حاله أنه صار بيعرف كل شيء، صار بيعرف كل شيء. كل يوم لازم تتعلمي. أنا برجع أيام بعمل ترينينج هلأ بقصص، بتشوفيني مثل ولد صغير اللي قاعد كأنه طالع من الجامعة من أول نهار. أنا عندي هالقد قدرة على إني أرجع نوتر. يعني تسفر وترجع. ايه برجع بسفر، بروح بعمل تريننج بمطرح معي ومعي شباب وصبايا عمرهم 19-20 سنة، بقعد انا وياهم بالصف بعمل تريننج. لانه دايما بحاجة انك تتعرفي على شيء جديد، بحاجة انك تسقفي حالك بمطرح جديد. والسقفة هي مش انه قديش بتقري كتب، السقفة هي انه اسلوب حياة، هي تواصل، هي كل اسلوب حياة. بختم اللقاء باغنية على ذوقك، شوف يعني أغنية بتعملك نوستالجية أو بتعني لك. هذه أنا وعصام بنحبها كتير، وكان بغنية كتير حلوة من صوته، كانت هي للعملاق وديع الصافي الله يرحمه. رح ألفك بالغصن يا عصفور. رح نختم فيها أكيد. وسام بريدي شرفني حضورك، كان لقاء سريع بس في كتير عمق وفي كتير يعني هيك بعتقد بينت شخصية مش كل الناس شايفينها. بدأت منك النجاح. بدي أشكر كل الناس اللي وقفت حدنا، كل الناس اللي بعرف في كتير منهم جرحهم كمان كبير مثل جرحنا وقدروا يكونوا سند لنا بمطرح. أنا بدي أقول لهم أنه اللي صار معنا ووقفت الناس حدنا هي دين، وطول ما أنا عندي نفس بهالدنيا طول ما رح ضلني موجود لحد كل شخص بحاجة لحدا موجود حدنا. وأنا بشتريك من قلبي والله يقوي. أهلا وسهلا فيك على صوت لبنان، إن شاء الله لقاءات تانية. أهلا فيك. تشعري شباب بفيدة مزوي، تشعري شباب بفيدة مزوي، وحلوي بإيدك ذات
سلم على الحلوين تقشع عريشي وباب ببيت مزوي وحلوين ايدك بداب سلم على الحلوين من ايديك رياحك بتملمي لقاءنا اليوم مع الإعلامي وسام بريدي. تقدروا تتابعوا إعادة لهالحلقة مساء بكرة ابتداء من الساعة 11:30 المساء. بالنهاية أطيب التحيات مني أنا نسرين الطواهرة، بلاقيكم الأسبوع المقبل دايما عبر مثل الحلم.